مسألة الزلازل، هناك أماكن محددة يكون بها الزلازل عنيفة مثل اليابان، مثل المكسيك، مثل تركيا، مثل إيران، وتخلف وفيات وآثار دمار هائل وتوصل إلى مقاييس كبيرة على مقياس الزلازل ريختر. دائما نشوف ما بعد حدوث الزلزال يتم تداول أخبار بكل وسائل التواصل الاجتماعي، زلازل راح تصيب مكان معين مثل العراق. يعني يا أخوان، هذا غير صحيح، هذا القصد منه رعب الناس، هواية الكذب، خصوصا انه كثير من التصريحات والبصمات ما تحمل اسم، فواضح المسألة انه هذا قصده رعب الناس وتخويف الناس. مسألة التنبؤ بالزلازل طبعا لحد الان، لغاية الان اكبر الدول المتقدمة من ناحية التكنولوجيا ما تقدر تتنبأ بوقت حدوث الزلزال. لما مختص يقول اكو احتمالية لحدوث زلزال في مكان معين، هذا ما يعني انه حتما راح يصير زلزال بالمكان الفلاني، لانه كل الدول التي تقع على حواف الصفائح التكتونية اللي تفصل بين الطبقات الارض السفلى، هذه كل الدول معرضة لحدوث الزلازل في اي وقت. ولكن انه اي شخص يجي يقول باكر او الان او بعد ساعة او بعد خمس دقائق راح يصير زلزال، فهذا بالتأكيد شيء مستحيل، لكن ممكن يذكر المكان. نعم، العراق او مناطق شرق العراق، سليمانية نزولا نحو ديالة، خانقين، علي الغربي، واسط، هذه المناطق عادة تكون نشطة زلزاليا وتحدث بها هزات أرضية. يعني أقوى زلزال صار عندنا منطقة الشرق السليمانية، كان الشدة مالته 7.2 بالعشرة، والموجات الزلزالية شدة الزلزال امتدت لآلاف الكيلومترات وشعر بها حتى سكان شبه الجزيرة والخليج العربي والبصرة في وقتها، وخلفت أيضا أضرار ووفيات. فيا أخواني الأعزاء، أتمنى أنه ما نصدق بهيك إشاعات، الغرض منها التهويل ورعب المواطن، وماكو أي دليل علمي يثبت أنه هذه البصمات أو هذه الأخبار اللي يتم تداولها هي تعتمد على حقائق علمية. هذا والله أعلم.